واحدة من برضو الحاجات اللي ممكن نفهمها بدلالة الجزء بتاع الاوزموتيك بريشر ده حاجة بنسميها اوزموتيك دايوريسيس. الواقع في اليورينري سيستم بتاعنا عادة النفرون بياخد مية، جزء كبير من المية اللي موجودة في الدم، وجزء كبير من الميتابلايتس موجودة في الدم، وبتدي بعد كده يصفيها شوية بشوية طول ما هو ماشي لغاية لما في الآخر يوصل ان هو يطلع اليورين بكونسنتريشن أعلى بكتير جدا من اللي هو خده في الأول. فالكلام ده بيحصل نتيجة لحاجة اسمها ريابسوربشن، نت ريابسوربشن، ده بيمتص موست اوف ذا ووتر، اند يعني ممكن يبقى ياخد فاريبل اماونتس اوف سوليوتس. اوكي، المشكله بتحصل فين بقى؟ ان ممكن بعض المواد زي الميديوم ويت مولكيولز، زي برضو زي ما كنا بنتكلم على المانيتول او الجلوكوز او الحاجات دي كلها، الحقيقه نوت ريابسوربد ات اول، يعني ما تقدرش انك انت لو هي وانس ان هي دخلت جوه في النفرونز دي لازم تطلع على طول في اليورين، ما نقدرش ان احنا نعملها ريابسوربشن. النقطه ان هي دي بقى بتعمل كرييشن لنت اوزموتيك بريشر. لو ما كانش في عندي في الناحيه التانية حاجه مقابله لي في البلاد، هيحصل نتيجه لكده ان في جزء كبير من الميه هتبقى ريتين، دي بمعنى كده هنزود حجم اليورين، نزود حجم البول. اوكي، فالكلام ده ممكن الناس تستعمله كعقار عشان يبقى يعني دايوريتك، يعني يقدر يعمل يبقى مدر للبول مثلا، في بعض الابلكيشنز بيبقى الناس محتاجه تعمل حاجه زي كده. بس في بعض الاحيان التانية بيبقى اكشوري بيعمل عرض لبعض الامراض، يبقى يعني مثلا واحد عنده سكر ولا حاجه، النفرنس بتاعته بتاخد جزء كبير من الجلوكوز او بتاخد جزء من الجلوكوز الموجود عندي في الدم وتطلعه مع البول. المشكله لو في عندي جلوكوز في الجزء بتاع النفرنس ده ما بيسمحش ان الميه انها تعدي، فعشان كده بنلاقي ان احنا عندنا increase in urine volume للناس اللي عندهم سكر مثلا. اوكي، فناخد بالنا ان ده برضو حاجه من الحاجات اللي تعتبر مرضيه، يعني احنا ممكن نحط مانيتول، ندي واحد عيان مانيتول عشان يبقى دايوريتك، انما في الناس اللي عندهم سكر بيبقى الكلام ده بيحصل بشكل يعني نتيجه للمرض اللي عندهم، فنبقى واخدين بالنا من ان ده ممكن يبقى عرض. بس في الاخر الكلام ده كله بيتفسر برضو بالفكره بتاعت ان في عندي مولكيولز ما هياش بيرميبل، ما بنسمحش انها تعدي من خلال الممبرين، فنتيجه كده بتكريت اوزموتيك بريشر، وبيحصل فلو عموما للووتر علشان يعني يحاول يعوض الفرق الكونسنتريشن ده، لان الووتر بيبقى عاده بيبقى بيرميبل، فهو ده اللي بيحاول يعمل الكلام ده. فده يعني واحد من الابلكيشنز برضو بتاع الاوزموتيك بريشر.